السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. النهارده يعني ايه جايه نوع جديد من الفيديوهات، حاجه كده لو ينفع تفيدكم او يعني زي ما افادتني او تفيد اي حد الفكره. بس في اماكن بتبقى عامله عروض، مثلا المول او الهايبر القريب منك بيبقى عامل عروض ومنزل مجله، المجله دي اكيد فيها حاجه ممكن تفيدك. فالنهارده انا جايبه لك مثلا على سبيل المثال ده مجله الهواري، ده عامل عرض مثلا من 15/7 ل 10/8. طبعا كلنا بنشتري الجبن، حاجة التلاجة دي الجبن، بتشتري حلويات لولادك، بتشتري ألبان، بتشتري مثلا حاجات مجمدة أو كده. فأنا هقولك العروض الموجودة، يعني نوع الفيديوهات ده هيبقى موجود معايا، هروح في أي مكان كازيون مثلا منزل مجلة، أقولك الحاجات. طبعا الغلا كل الناس بتحاول توفر في أي بند أو أي حاجة. فأنا مثلا زي ما شايفين ده مثلا أول صفحة من المجلة، دي أسعار الجبن الموجودة هناك. كلنا طبعا بنشتري الجبن والحاجات دي ومحدش بيستغنى عنها، اهي زي ما انت شايفة كده. ده مثلا ده في الهواري، ده نوع من الجبن. يعني مثلا ده الدومتي، دي اسعارها سواء كانت سايبة سواء كانت هنا مثلا كيلو ب 54 جنيه او 55 جنيه. اهو العلب هتلاقي فرق مش كبير، هتلاقي في الحاجة 2 جنيه او 3 جنيه، بس لو انت جبتي كذا نوع او كذا صنف بتلاقيكي وفرتي مبلغ. شايفة كل انواع الجبن اللي انت عايزاه، اللانشون البانيه. البرجر شايفه، بدل ما ولادك مثلا يجيبوا برجر من بره، طبعا المطاعم بقت اسعارها غاليه جدا، هاتي انت البرجر نوع كويس، ده طبعا حلواني اهو، هاتي نوع كويس واعملي في البيت مع خس مع شويه جبن مع العيش، هيطلع تحفه طبعا. شايفه اهو دي الاسعار، جبنه الموزاريلا كلنا ما بنستغناش عن الحاجات دي. يوم عايزه كده تقضي اليوم حاجه زي اكل تكاوي من بره، ممكن تجيبي دجاج من ده مقلي مستعجله هيبقى عندك في التلاجة، تحمري جنب بطاطس محمره وخلاص على كده، وعيش وسلطه. كوكي شايفه، الناس المغتربين الشباب اللي بيبقوا قاعدين في مكان وكده، ما يمنعش ان انت يعني يوم يبقى الحاجة دي في التلاجة تحمر قطعتين. السلامي، الحاجات دي كلها، اللانشون طبعا، شركات كتير وانواع كتير، والشركات دي بتتنافس ان هي تقدم افضل سعر عندها. انت بقى استغلي العروض وخدي اللي يفيدك منها. ميتكو، انا جربت لانشون ميتكو ده في السادة، حلو جدا. الجمبري كل مقاساته، تونو 100 جرام مقشر، حلو قوي على فكرة، 10 و20 سنتي وب209 بسعر الجمبري بره، حلو قوي. شايفة فريش فارم، كلنا بنجيب الحاجات دي في البيت وبنشتريها. طبعا الالبان ده بند لوحده، كلنا بنجيب الالبان، وفي فئة كبيرة جدا بما فيهم ولادي ما بحبوش اللبن اللي هو السايب، ما بحبوش الا ده، فبيبقوا عاملين اكيد عليه عرض في المجلة. جبنا لبانيت المثلثات اللي هي الكام دور دي، يعني اللي هي زي دي 6 ادوار 48 قطعة ب 54 جنيه، طبعا طعمها حلو قوي لبانيتها، وبتنزل عروض للزبادي واللبن كمان، طعمها حلو انا بالنسبة لي بحبها. يعني الستة ب 11 جنيه او ب 12 جنيه، 105 حلوين قوي، 105 جرام. شيدر مبشور ب 32 جنيه، 900 جرام، ده حلو قوي. سمنة، عصاير، اللي ولادهم بيروحوا الحضانات وبيضطروا يشتروا الحاجات دي، بتاعت العصير دلوقتي بقت ب6 جنيه، هناك في عروض ممكن ينزل لك منزل الخمسة في فراجله اهو زي ما انت شايفة،
عاملين 11 جنيه 5 قطع، وفراجيل نوع يعني مش رديء ولا حاجة كويس. الشيبسي طبعا انا ما برجحش للشيبسي ولا، بس ولادنا كده كده غصب عننا بيشبطوا في الحاجات دي، فعامل لك اهو في 3 وواحد عليهم هدية ب10 جنيه، اللي هو ده ابو 3 جنيه، يعني 3 في 4 يعني فيهم وفر 2 جنيه. بتفرق بقى انت لما تجيبي كل الطلبات دي في يوم، بتفرق معاكي، تلاقيكي موفره لك 50 جنيه، حاجات من دي. شايفه دي بسكوتات بقى للاطفال، والبونبوني والشوكولاته والحاجات دي، القهوه الساده والمحوجه ابو عوف اهو، العروبه، المشروبات دي كلها. ندخل بعد كده بقى على حاجة تانية، الشوكولاتة، شوكولاتة كيت كات 5 زائد 1 تقريبا، مرة دي ب10، كانت ب10 جنيه الواحدة. طبعا الواحد مبقاش حافظ الأسعار من كتر ما هي غليت. التونة عامل لك عليها عرض، مستعجلين في يوم وجايين من بره متأخر، التونة أساسي في التلاجة، نفتح 2 تونة على بعض كده، واحدة حامي على بارد، وعلى شوية سلطة، طبق سلطة كبير محترم، وعيش جنبها وزي الفل قوي. الزيت طبعا الزيت غالي جدا، ونشوف ايه اللي يناسبنا من العروض دي ونقدر نجيبه. شامبوهات، مفيش حد مننا بيستغنى عن اي حاجة من الحاجات دي، شوفي ايه النوع اللي يناسبك. شايفة البامبرز، بند لوحده في اي بيت، المناديل، كل ده بنود أساسية. شوفي ايه الأفضل ليكي بقى، ويعني وقارني بين اللي انت بتجيبيه واللي فيه توفير ليكي، يعني اعمليه. دي مناديل مطبخ بقى، مسحوق 3 كيلو، برسيل جل او 900 جرام او ب135. زي ما انتوا شايفين ده فانيش لغسالة الاطباق، ناس كتير بتدور قوي. طبعا المسحوق مكلف، فبتدور على الاوفر ليها. هنا في المجلة حلوة قوي، فيه اللي هم فيري اللي هم 30 قرص ب104، تحفة العرض ده. شايفين ده باقي الشامبوهات، بنتين لتر اهو ب93. زي ما انت شايفة حاجات العناية الشخصية اللي هي مكنات الحلاقة والشفرات والحاجات دي، ايه بصي العروض على الحاجات دي، ده حاجات اساسية لازم بتبقى معانا في البيت كلنا بنشتريها. جبامبرز برضو، المسحوق، الطايد يعني. وانا بنصحك حاجة من التوفير، ان انت تجيبي الحاجة جملة، يعني تجيبي الحاجات اللي وزنها كبير، يعني الطايد او الحاجات دي تجيبي 10 كيلو، بيقعد معاكي فترة طويلة وخلاص، بيبقى بند خلصت منه، ممكن يزنقك في شهر بس بترتاحي اكتر من شهر وما تشيليش الهم. اوكسي، ناس كتير بتحب اوكسي قوي اهو، ريفلي، وكده بتكون المجلة انتهت معايا. واشوفكم في عروض تانية كتير، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونش من صالح دعائكم، ومع السلامة.